يسرى المظهر بيبان هادي لكن انتي مش هاديه من جوه. عرفتي ازاي؟ بصي هو في تناقض، يعني زي ما ساعات بحس ان انا ما عنديش ثقه في نفسي خالص بس ببان واثقه من نفسي، نفس الفكره انه اللي يعرفني كويس بيقول عليا مش هاديه بس الناس بتشوفني بمثل بيقولوا عليا هاديه، فانا فيا شويه من الاثنين. حاسه الاكتر ايه؟ لا انا مش هاديه. ده الاكتر. ايه اللي في دماغك دلوقتي حالا بيدور حالا في دماغك؟ بقول يا ترى هتساليني ايه وهتفاجئيني ازاي.